أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء صدق الله.
بارے میں سورہ بقرہ کی آیات 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے: کس طرح کافر ہو خدا تعالی سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار ہے.